السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مرحبا بالمشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحة؟ أموركم مزيانة؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال وأحسن الظروف. شكرا على التعليقات وعلى لي لايك، شكرا لكم بزاف. كنرحب بالناس جداد والناس القدام حتى هما. كنتمنى من الله اللي شاف القناه ديالي يخلي لي شي بصمه زوينه، الاشتراك، المشاهده، التعليقات، لي لايك. شكرا جزيلا لكم، هذا فضلا وليس امرا. بسم الله على بركه الله. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم عصير رائع بزاف ولذيذ وبنين ومنعش ومفيد لينا بزاف وللصحه ديالنا، وغني بالفيتامين سي. ما نعاودش لكم اللذه والبنه اللي فيه، ما شاء الله ما تقنعوش منه. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. كيجي زوين بزاف مع الفطور في رمضان. بسم الله على بركة الله. كنحتاج في هذا العصير 4 الحبات ديال الحامض، سكر سنيدة ان شاء الله باش نحليه. ان شاء الله غتشوفوا معايا طريقة التحضير على بركة الله. اللهم يسر. هاد العصير اقتصادي ولذيذ وبنين ما شاء الله. هاد المكونات اللي فيه ساهلين وموجودين في كل بيت. بسم الله. كنبدا كنحك في القشره ديال الحامض، هي الاولى. كنجيب اناء ديال الزجاج، الحكاكه، بسم الله، وكنبدا كنحك بهذه الطريقه. كنحط القشره ديال الحامضه كامله، هانتوما كما كتشوفوا الريحه ديالو تبارك الله، ريحه الحامض، ريحه زوينه. كنستعمل على هاد الطريقه حتى كنحك الحبات كاملين. ساهل وكيجي زوين ومنين. نستعملو كعصير رائع منعش تبارك الله. عصير طبيعي ولذيذ وبنين ما شاء الله. استعملوه البيوت ديالكم. بسم الله. من بعد ما حكيت القشرة ديال الحامض كما كتشوفوا، غادي نضيف سنيدة، سكر سنيدة. ها هي القشرة. بسم الله. كيبغي الحلاوة هو، نتوما غتحليو على حسب الذوق ديالكم. ثلاثة، ها ثلاثة، أربعة، خمسة. كنخلط مزيان القشرة ديال الحامض مع سكر سنيدة، كنحكهم مزيان بيدي. هانتوما كيفما كتشوفو الحامض كيبغي السكر مزيان، كيفما قلت لكم على حسب الذوق. غادي تذوقو وتزيدو. هانتوما تبارك الله كيعطي الريحة زوينة، يتحك مزيان بحال هاد الطريقة. غديرو ليه تتخلطوه مزيان مع سكر سنيدة باش كيطلق ديك النسمة ديالو مزيان. القشرة ديال الحامض كتعطينا نسمة زوينة تبارك الله. على الطريقه غديرو حتى كتحكوه مزيان سنيده مع القشره ديال الحامض. ها نتوما شوفوا كيفاش جات تبارك الله، كيجي زوين وغزال ولذيذ ما شاء الله. ها هو تماسك مع بعضياته،
كيفاش ولا. هاني ساليتو ان شاء الله، غادي نعصر الحامض ونضيفو عليه. بسم الله نحيد هذا، غادي نجيب الخلاط الكهربائي وندير فيه هذا الحامض اللي قطعت، هانتوما كيفما كتشوفوا ها هو. بسم الله تقدروا تعصروه، انا غنديرو في الخلاط الكهربائي على حسب الاختيار ديالكم. بسم الله باش كيعطينا واحد العصير رائع زوين بزاف. كنضيف ليه كاس تاع الماء، ونطحنو حتى يعطيني عصير، كيجي رائع ومنعش ولذيذ تبارك الله، ومفيد لينا بزاف، غني بالفيتامين سي ما شاء الله. بسم الله، ودابا كنطحن بسم الله على بركة الله. غادي نضيف عصير الحامض اللي طحنت لهاد القشور مع سنيدة تبارك الله، هانتوما شفتو كيفاش جا، كنديرو في اناء ديال الزاج ماشي البلاستيك، لان الحامض مع البلاستيك ما كيجوش مزيانين، مضر للصحه، والزاج هو اللي زوين. ان شاء الله من بعد ما عصرتو وخلطتو مع هاد المكونات قشور الحامض والسكر سنيده، غادي نديرهم تقريبا ساعتين في الثلاجه، ومن بعد ان شاء الله غتشوفوا معايا العصير كيفاش جا ديال الحامض على بركه الله. بسم الله، قبل ما نديرو في الثلاجه غادي نخلطو مزيان باش كتخلط مع السكر سنيده والقشور ديال الحامض باش كيجي لذيذ وزوين. بسم الله على بركه الله، دابا ان شاء الله غادي ندخل العصير الثلاجه ونغطيه باش ما يشمش ليا الروائح ديال الخضر اللي في الثلاجه، باش كيبقى المذاق والريحه ديالو زوينه ما شاء الله، ما كيتغيرش باش كياخذ البروده ديالو كيجي بنين وزوين. ها انتما كيفما كتشوفوا العصير تاع الحامض جا اللون زوين، الريحه يا سلام تبارك الله ما شاء الله. بسم الله، ها هو العصير تاع الحامض، ومن بعد ما برد ساعتين في الثلاجه غادي نصفيه. غادي نجيب اناء صفايه، بسم الله كنصفي العصير ديال الحامض المركز، كيجي رائع. بحال الطريقه حتى كنصفيه كامل، هانتوما كما كتشوفوا كتبقى الحشوه الفوق والعصير كينزل تحت للاسفل تبارك الله. بهذه الطريقه كيجي غزال وزوين. بسم الله ما شاء الله، من بعد ما صفيت العصير ديال الحامض ها هو كما كتشوفوا الحشوه ها هي، صفيت منه في الصفايه شفتوها هي، كيبقى لي غير العصير تبارك الله ما شاء الله، شوف اللون ديالو زوين رائع ولذيذ وشهي ومنعش ما شاء الله، اللهم بارك. ديروه وجربوه ما تقنعوش منه، كيجي رائع بزاف وزوين ولذيذ. بسم الله على بركه الله، هانتوما شوفوا غادي نضيف لهذا العصير قطع ديال الثلج باش كيجي بارد ولذيذ وزوين. في الاول كنضيف النعناع كيفما كتشوفوا كيجيبو زوين، كيعطي واحد النسمه، طريف ديال الحامض، دائره ديال الحامض. كنضيف دابا القطع ديال الثلج باش كيجي مكلاصي وبارد ورائع ما شاء الله، كيجي زوين وبنين ولذيذ.
اللهم بارك، منعش ولذيذ ورائع، ما نعاودش لكم، جربوه وغادي يعجبكم، وان شاء الله تولي مداومين عليه ان شاء الله، لان فيه واحد اللذه وواحد البنه رائعه بزاف، شهي ولذيذ ما شاء الله. اللهم بارك. كما كتعرفوا الليمون الحامض غني بالفيتامين سي، مزيان لينا، حتى الناس اللي كيضربهم البرد او كتولي منبحه في الصوت كيشربوه وكيرجع لهم الصوت كيف ما هو. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يعجبكم الفيديو، تخليوا لي شي بصمه زوينه، الاشتراك، المشاهده، التعليقات، لي لايك، البارطاج عند احبابكم. شكرا لكم بزاف، هذا فضلا وليس امرا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.